ان الحمد لله عديت الوضع الحرج، وانه الحمد لله انا باذن الله في خلال ايام قليله هطلع من المستشفى. و انا بشكر كل الناس اللي وصل لي دعاها واللي وصل لي اهتمامها واتصالاتها، وبقول لهم الف شكر ان ربنا سخركم ليا ان انتوا تدعوا لي وتقفوا جنبي في المحنة دي. والحمد لله فعلا الشدائد بتبين معدن الرجال والصحاب.